تقديم الحصيلة ديال المواسم السابقة من 2018 إلى 2024، تنحاول من خلالها إبراز العدد الإجمالي ديال المستفيدين من المركز، وأيضا العدد اللي تم الإدماج ديالو في سوق الشغل. إذا العدد الإجمالي كان هو 886 مستفيد من البرامج التكوينية اللي كانت نظرية تطبيقية تدريب ميدانية، واللي تخللت أيضا حملات تحسيسية وأيضا دروس في السلامة المهنية. إذا كانت واحد الفترة اللي تنعتبرها متميزة، وأيضا تلاحظوا من خلال تقديم الحصيلة أن 82 من المستفيدين من المركز تم الإدماج ديالهم في سوق الشغل، إما في إطار مباشر، في إطار خاصة وأن المركز يتواجد بمنطقة الحي الصناعي، أو في إطار الدعم. من هذا المنبر تنوجه واحد رسالة شكر وامتنان للسيد عامل صاحب جلالة على مقاطعة سيد البرنوسي، وأيضا قسم العمل الاجتماعي اللي من خلاله واحد الفئة من المستفيدين اللي تتجلى في العدد هو 39 مستفيد، في إطار المقاول الذاتي تم تجهيز ديالهم بالمستلزمات المهنية في إطار المبادرة الوطني للتنمية البشرية. إذا هناك دعم مباشر ولا مشروط، نعتبره لا مشروط لهذا المركز، لا من خلال التدبير ديالو والتسيير ديالو. إذا هذه تنعتبر واحد الحصيلة إيجابية، تنتمنى إن شاء الله الاستمرارية ديالها إن شاء الله. فاليوم هو تقديم الحصيلة الفرصة الثانية للجديد اللي كتجي في إطار خريطة الطريق وكذلك للتلامذ المنقطعين، فهذه فرصة لهاد الوليدات لإنقاذ هاد الوليدات هادو. فالحصيلة كما جات على لسان السيد رئيس الجمعية، فأزيد من 800 مستفيد، 82% منهم اللي إما دار مقاولة ديالو أو تشغل في مقاولات اللي مجاورة لهذا المركب هذا. دونك هذه حصيلة جيدة، كنتمنى لهم التوفيق ومزيدا إن شاء الله من العطاء. حنا التعاونيين ديالنا محتضنا هنايا في مقر في جمعية ديال التدبير وتسيير مركز تأهيل اجتماعي سوسيو اقتصادي بعمالة سيد البرنوسي. الفرصة اللي تعطاتنا هنايا هو أن عطانا مقر كافي باش نقدروا نديروا الأنشطة ديالنا. حنا التعاونية ديالنا مختصة في فن الديكور اللي كيتصايب بطريقة محافظة على البيئة، كنستعملوا التدوير بزاف وجميع المواد محافظة على البيئة. كنديروا تشاركة مع التلاميذ اللي كاينين هنا في الحد الثاني ميم طون كيديروا النظر هنايا في المركز التكوين، وكيجيو عندنا حنايا في هذا في التعاونيه كيديروا التطبيقي سورتو في الصناعه ديال الديكور ولا في الصباغه. كانوا ديجا تكون عندنا بليزيوغ بزاف ديال البنات سورتو البنات، وعلمناهم شي مهن اخرين. فوالا بالنسبه لهذه الفرصه هذه اللي عطاتنا الجمعيه ديال السوسيو ديال التدبير والتسيير، هي فرصة اللي عاونتنا بزاف، خلات لنا انه نتكونسونطراو اكثر على الانتاج، وحتى من ناحيه لي لوكو كاينين كبار بزاف حيت صناعه الديكور كتحتاج لي لوكو يكونوا كبار شي شويه. دونك فوالا الحمد لله اليوم احتضنا هذا الانكوباتور المركز السوسيو اقتصادي ديال سيدي البرنوسي. كنشكر سي محمد ايتيشو على المواكبه ديالو هنايا. الحمد لله حنايا تعاونيه كنخدموا في الصاله الخياطه كاع لي برودوي ماروكان، كنحاولوا نديروا دي برودوي ماروكان ديستيني ليكسبو، كنحاولوا نعاونوا داخل تعاونيه نساء في وضعيه هشه من اجل تحسين القوت اليومي ديالهم. كنديروا دي فورماسيون للشباب من اجل تحسين الدخل، كنعطيهم منح تحفيزيه، هادشي كامل داخل في تعزيز الهويه المغربيه ورفع من قيمه المنتوج المحلي. كنحاولوا نعاونوا راسنا حنايا ونعاونوا الاقتصاد ديال البلاد.